انت شرقيشي؟ شلون يعني؟ يعني بأفكارك، مع انه صار لك اكثر من 20 سنة بأوروبا. لا انا افكاري عادية. ما فهمت. يعني طبيعية. لا يعني انا سؤالي انه انت متحرر ولا عندك شيزوفرينيا؟ على حسب مفهومك للتحرر. انت شو رأيك بالعلاقة الحميمة قبل الزواج؟ ميرسي على القعدة، كانت كثير حلوة. لا ولو، ما في شي محرز. ايه تقبر قلبي، انت اللي بتحرز. بحياتي ما مرق علي اكرم منك، بلبق لك العز. ايه والله اكرم من جرير ما في. يا جماعة انتوا هيك عم تخجلوني، يعني ما عملنا شي محرز. لا شو ما عملت شي، فعلا انت اكرم واحد مرق علي. شو قصدك؟ بتكوني عم تسمعيني الي؟ معقول انت كمان تقبرني ما في منك، بس انا ما بتخيل قديش مبسوطة فيه لجرير. يا رب يا رب تضل عم تاخد رجله لهون على هالبلد، بلكي منضل منشوفه. صحيح جرير، انت ما بدك تاخد بيت هون؟ لا الحقيقة هاي الفكرة ما عم فكر فيها حاليا. يعني بس بيتفكر بالموضوع، المكسب معك. ايه فعلا جريرو، يعني الموضوع بيستحق التفكير. ايوه مشان جرير شو ما بقى ينزل عنا ويصير ينزل ببيته. سمعان جرير شو بدي اختك؟ اوعك تصدقه، والله مني وعلي لحطك جوات عيوني. بس فعلا اخي ما في ضرر، يعني حتى لو كان عندك بيت وما سكنته مو غلط، يعني فيك تأجره. يا جماعه انا شغلي بمدريد وحياتي ومستقبلي كله هنيك. بس ليك جرير بيتفكر فيها، اذا اخذت بيت انا بهتم له فيه. بالله انت تهتم له فيه. على فكره نحن تسلينا كتير، عن جد شكرا جرير. لا ولو، طبعا اكيد تسلينا. انتو عائلة بتجننوا. انت اللي بتجنني حياتي. انا بفتقد كتير للعائلة. ليش اهلك مسافرين بالسويد؟ وانت ليش ما سافرتي معهم؟ نعم. لا يعني قصدي هن ليش سافروا؟ يعني في حدا بيسأل هيك سؤال بهي الايام؟ اي عن جد معك حق. يعني لو سافرتي معهم ما كنا تعرفنا عليكي يا سوسو. Thank you.